طيب استاذ عادل، حضرتك يعني خير الناس ممكن يشرح الوضع كان عامل ازاي في القريه دي قبل التطوير اللي حصل فيها. والله القريه يعني الناس دلوقتي بيسموها سيتس سيتي، مدينه سيتس، يعني الناس منبهره بالجمال والروعه اللي حصلت في القريه. لا حلوه سيتس سيتي دي. والله هو كده تيجي تقول لواحد تقول له قريه سيتي يقول لك لا يا بيه ما تقولش قريه، قول محافظه سيتي كمان. يعني حضرتك لو جبت التصوير تاني كده ساعتك هتشوف طريق ولا الاسترات عندكم في القاهره. والله حاجه يعني ده مهبط طيران مش طريق يا سيدي، حاجه تقعد كده بالليل محمد بيه تتفرج على الطريق، يعني حاجه فخمه جدا وحاجه حلوه قوي. ايه تاني اللي تم يعني الوضع؟ المباني حاجه تفرح يعني. استاذ عادل الوضع كان عامل ازاي عشان برضو الناس اللي مش من محافظه بني سويف في جمهوريه مصر كلها يعرفوا الوضع كان عامل ازاي في القريه دي وازاي اتحول للصوره اللي احنا شايفينها دلوقتي؟ والله يا باشا كل القرى اللي تابع المركز بيبا بتتنقل نقله حضاريه. كل القرى اللي دخلها برنامج حياه كريمه ده بفضل من عند ربنا سبحانه وتعالى وبفضل مجهودات الرئيس وبفضل برضو الناس القايمه على المشروع وبفضل كل الناس. والله اللي يعني الناس ما بتنامش، والله شغل في القرى ليل ونهار شغال في جميع القرى، مش القريه دي بس. مركز بيبا ده مركز كبير وبيحتوي على قرى كتير جدا، فالشغل فيه في كل بلد وفي كل قريه. طيب حاجه عظيمه يعني. وكل الناس هتستفيد والله من مشروع برنامج حياه كريمه ده. والله احنا سعداء ان احنا بنسمع الكلام ده منك يا استاذ عادل، لانه زي ما كان شاذلي بيقول لحضرتك يعني انت شاهد عيان، يعني انت عاصرت. فندم والله انا مهما 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 لساني يتكلم ومهما اقول والله انا مش بجامل ومش هوفي الناس دي حقها والله. ولو اي حد غيري هيقول لك نفس الكلام ده. انا دايما حتى السياسة انا بصفتي موجه في التربيه والتعليم بلف على مدارس مركز بيبا كلها. والله ما في بلد النهارده ما فيهاش شغل، ما فيهاش شغل في القريه، شغال فحت وصرف صحي وغاز طبيعي وشبكات نت. الدنيا بتتغير تماما في القرى، يعني ما الناس مش متوقعه ان ده يحصل في قرى صغيره زي كده. والحقيقه يا استاذ عادل كمان ده اللي دايما بيؤكد عليه سياده رئيس عبد الفتاح السيسي، انه اهم حاجه المواطن وان ده حقكم، مش مجرد خدمه بتقدم ليكم، لا ده حقكم ان المواطن المصري يكون عنده حياه كريمه. حياه كريمه بقى بتشمل جوانب كتير زي ما حضرتك ذكرت، حتى فرص العمل. وكان دايما كمان سيادته بيؤكد انه في فرص عمل بالفعل موجوده في الكره دي.